توجه المواطن فايز فاروق حلمي بالشكر إلى الرئيس السيسي بعد الاستجابة لعلاجه من مرض في القلب. يذكر أن المواطن كان يعاني من مرض عضال في القلب منذ سنوات وبحاجة إلى إجراء طبي عاجل. سمحت من الناس وإن أنا أعمل التماس لسعادة الرئيس، وعملت التماس لسيادة الرئيس عن طريق قناة، وطبعا كان عندي ثقه في ربنا وان ان ان الرئيس هيستجيب للموضوع ده، لان دي مش غريبه عليه، ان هو اب لكل المصريين. واللي كنت بشوفه فعلا من معاملته مع اهل الشهداء وطيبه القلب بتاعته بالبلد كده، كان عندي الثقه ان هو هيستجيب ليا، والأمل بتاع ربنا برضو، إن كان ربنا عندي اداني القناعة باللي ربنا يجيب.